طوكيا لم تعد الوجهة المفضلة للتجارة والسياحة بالنسبة للجزائريين فقط، بل أصبحت ملاذا للكثيرين بغية العيش والاستقرار فيها. الثورة الاقتصادية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الأخيرة وفرص العمل الوفيرة جعلت أسهمها ترتفع وتنافس الدول الكبرى في جذب الزوار لها من مختلف الجنسيات وحتى الاستثمار فيها. يعتبر الجزائريون من بين أكثر الدول إقبالاً على تركيا خلال السنوات الأخيرة نظراً لموقعها الاستراتيجي والمواقع الجميلة التي تمتلكها والانتعاش السوقي التجاري الذي أصبح الوجهة المفضلة للتجار الجزائريين. حتى اللغة لم تقف أبداً عائقاً أمام الجزائريين الذين اختاروا الاستقرار في تركيا، خاصة مع التسهيلات التي قدمتها لكل من يريد الاستثمار والاستقرار فيها، فنجد الطلبة ومن يريد العلاج وحتى المؤثرين والفنانين الذين أصبحوا يفضلون الوجهة التركية للعيش فيها.